فندق سان جورج معلم تراثي ببيروت بمنطقة ميناء الحصن، انبنى بنهاية 1920. المهندس الفرنسي الباريسي أوغوست باري إجا على بيروت تيهندس ويشرف على بناء الأوتيل مع المهندس اللبناني أنطوان ثابت. أخذ أوتيل سان جورج شهرة كبيرة خلال الانتداب الفرنسي وبعد الاستقلال، وكان مقصود من أهم الشخصيات اللبنانية والأجنبية. كانت تقام فيه أهم وأرقى الاحتفالات والأعراس والمؤتمرات، واشتهر كمان بالمسبح المعروف اللي كان مقصد أهم طبقات المجتمع. خلال الحرب اللبنانية 1975 تعرض سان جورج لأضرار كبيرة، طاولت البناء والأثاث والصالات والغرف.